أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ذكر البعض أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم ليس كله وحي، واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم أعلم بأمور دنياكم. والسؤال: هل هذا صحيح؟ وكيف وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: اكتب والذي نفسي بيده ما أقول إلا حقا. كلام النبي صلى الله عليه وسلم في أمور الدين لا يكون إلا عن وحي، أما كلامه في أمور العادات وأمور الدنيا فلا يلزم أن يكون عن وحي. ما حد قال إن كلامه في أمور العادات أنه وحي، وإنما كلامه صلى الله عليه وسلم في أمور الدين وحي من الله جل وعلا قطعا، والذي يكذب بهذا مكذب للرسول صلى الله عليه وسلم. وأنتم أعلم بأمور دنياكم، هذا من أمور الدنيا ما هو من أمور الدين. تأبير النخل هذا ليس من أمور الدين، وإنما هو من أمور الدنيا. نعم، أحسن الله إليكم. ولم يقل هذا لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وإنما قاله لعبد الله بن عمرو بن العاص. نعم، قال له اكتب. نعم.